أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المسيرة الخضراء ملحمة ملك وشعب ومعجزة السلام، هو شعار الندوة الوطنية ليوم السادس من شهر نوفمبر 2019 التي تنظم بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء المضفرة بعروس الشمال مدينة طنجة من طرف جمعية كفاءات مواطنات للتنمية بفاس في شخص الأستاذة المحترمة ليلى المرنسي، والجمعية المغربية للسلام والبلاغ في شخص الأستاذ المحترم محمد الفيزازي، وكذا مكتب وجمعية سفراء السلام والتنمية المستدامة بفاس في شخص الأستاذ المحترم محمد كروم. أحبتي في الله، أصالة عن نفسي ونيابة عن الرابطة المغربية للمتدخلين المتقاعدين أمير أليونس ماروكان دي زانتربنون روتريتي، نتقدم بالشكر الجزيل للجمعية المنظمة وللأساتذة المحاضرين على ما جاء على ألسنتهم أثناء هذه الندوة، ولكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه الندوة الوطنية بهدف ترسيخ الهوية الدينية والوطنية في نفوس الناشئة ونشر قيم التسامح والتعاون. أعزائي الكرام، إننا في المغرب وطن السلم والسلام والأمن والأمان والتعايش، نسترجع ملحمة الشعب والملك التاريخية، المسيرة الخضراء المضفرة السلمية هي التي مكنت الشعب المغربي من استرجاع أقاليمه الصحراوية، فتعبيرا منا على مدى تمسكنا بحب الوطن وأرضه ومقدساته من شماله إلى صحرائه في ظل العرش العلوي المجيد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأعز أمره. أحبتي في الله، بشعارنا الخالد الله الوطن الملك، اسمحوا لي من باب التذكير أن أذكر نفسي وإياكم بقسم المسيرة الخضراء المضفرة. أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء، مكافحا عن وحدتي وطني من البوغاز إلى الصحراء. أقسم بالله العلي العظيم أن ألقن هذا القسم أسرتي وعترتي في سري وعلانيتي، والله سبحانه هو الرقيب على طويتي وصدق نيتي. السيدات والسادة أصحاب العقول النيرة، الصحراء عبر التاريخ كانت مغربية، وإن شاء الله ستبقى مغربية، والملك ملكنا والصحراء صحراؤنا. شكرا لكم على كرم الاستماع للمواطن الغيور محمد بقار السبعي من أصول صحراوية، مرابط بمدينة فاس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.